متابعينا الكرام، متابعينا الاعزاء في كل مكان، نتواصل ونجدد اللقاء من جديد مع شوط الختام 13 للحول المحليات الاصايل لاصحاب السمو الشيوخ. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، ونتمنى التوفيق والنجاح مع انطلاقة شوط الختام. هو 13 للحول المحليات الاصايل، والمسافة هي 8 كيلومتر. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول كالعادة، ناتي على الصدارة وعلى مقدمة الشوط من تسيطر مع البداية، مشكورة لهجن الرياسة بقيادة البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي. من يتابع هذا الانطلاق يرافق مشكورة مع الانطلاق الأول، مع المسار الأول معلن الحضور مع البداية والانطلاق الأول. المركز الثاني تليها مباشرة في ثاني المراكز، نرى المركز الثاني في هذه اللحظات مشاهدين الكرام. من تتقدم شواهين هنا تتقدم مع المركز الثاني، ولكن الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من يقدم لنا الشاهينية، وهي محتلة المركز الثاني. المركز الثالث وصول من شواهين لهجن الرياسة بقيادة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي البرفيسور من يقدم لنا هذا الشعار. انتقل مباشرة إلى المركز الرابع، الوصول والقدوم مع المركز الرابع في هذه اللحظات. وصول مشاهدينا الكرام من بهجة، من تصل في هذه اللحظات مع المركز الرابع لهجن الرياسة صالح بن سعيد بالعرج المري من يتولى عملية التضمير. انتقل مباشرة إلى المركز الخامس، الوصول والقدوم في هذه اللحظات مشاهدين الكرام. من تتقدم وتنطلق بهذا المسار أرى اللي مشاهدين الكرام، أرسل هودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع يتولى عملية التضمير. انتقل مباشرة إلى المركز السادس في هذه اللحظات، الوصول من هنا تتقدم الخزنة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس النيبي الزعيم من يتابع الانطلاق. نقلة مباشرة في هذا الانطلاق، هملولة تعود الملكية لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي يتولى عملية تضميرها. المركز الثامن مشكورة لهجن الرياسة هنا بقيادة البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي. انتقل مباشرة وأرى القدوم من شواهين لهجن الرياسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من يتابع انطلاق شواهين، محتله المركز التاسع 10 المراكز. وصول من شواهين لهجن الرياسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من يتابع الانطلاق. هكذا النداء الأول مع شوط الختام للعشر المراكز المتقدمة. نعود مع البداية، نعود مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول، نرى من تسيطر مع البداية في مقدمة الشوط وفي المركز الأول. يا سلام، ما زالت المسيطرة المنطلقة مع البداية، ولكن من تغير مغادرة المقدمة مشكورة مشكور. يا سلام، هي ما زالت مسيطرة في مقدمة الشوط لهجن الرياسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي البارع من يتابع هذا الانطلاق يرافق هذا الشعار مع مقدمة الشوط. شواهين مع المركز الثاني لهجن الرياسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من قدم لنا الإبداع في هذا المساء، يقدم لنا شواهين، مجموعة من الشواهين مع شوط الختام. تحتل المركز الثاني لهجن الرياسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. يا سلام، المركز الثالث الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من قدم لنا هذا الشعار والانطلاق مع المركز الثالث. المركز الرابع بهجة من تتقدم لهجن الرياسة صالح بن سعيد بالعرج المري من يتولى عملية التضمير لهذا الشعار ولبهجة. انتقل مباشرة إلى المركز الخامس وإلى سلهودة لسيدي صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع يتولى عملية التضمير القدوم والوصول في هذا الانطلاق. هنا من تتقدم هملولة لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي في عملية التضمير. وصلت الخزنة لسمو الشيخ ثياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس آل نيبي من يقدم لنا هذا الانطلاق. الوصول من شواهين لهجن الرئاسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يتابع هذا الانطلاق يرافق هذا الشعار من تغير شواهين وتحتل المركز السادس المركز السابع. وصلت شواهين أخرى لهجن الرئاسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من يقدم لنا الشعار الأحمر الكامل شعار الخطر. هنا مشاهدينا الكرام لهجن الرئاسة يقدم مجموعة من الشواهين والمحتلات المركز السابع والثامن المركز التاسع. مشكور لهجن الرئاسة بقيادة البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي من يتابع الانطلاق. وصلت سلهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع من يتولى عملية التضمير. شوط الختام شوط الوداع في هذه الفترة المسائية خصص للحول المحليات الأصائل. يا ترى من سعيد الحظ من المضمرين العمالق الكبار من بيختم هذه الفترة المسائية من سيسدل هذا الستار. نعود مع البداية نعود إلى المقدمة قادمون واصلون إلى جسر العبور. مشكورة في المقدمة مشكورة مع البداية مشكورة منطلقة بكل قوة منذ انطلاق الشوط. هي مسيطرة مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. يا سلام لهجن الرئاسة بقيادة البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي من يتابع هذا الانطلاق من يرافق هذا الشعار من قدم لنا مشكورة بشوطنا الأول يقدم لنا مشكورة في شوط الختام. وصول من الشاهينية لهجن الرئاسة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري وصل بوذياب من يتابع انطلاق الشاهينية. هي تحتل المركز الثاني المركز الثالث. بهجة يا بهجة لهجن الرئاسة بقيادة صالح بن سعيد بالعرق المري. يا سلام هنا جسر العبور نصل إليه 3 كيلومتر لا غير عن خط النهاية. ومن عمر هذا الشوط تتقدم سلهودة. وصلت سلهودة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع. ولكن هملولة هملولة مشاهدينا الكرام تعود الملكية لهملولة لسمو الشيخ محمد بن مر بن مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي. وصلت شواهين لهجن الرئاسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يتابع انطلاقها. وصول من الخزنة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الينيبي الزعيم يتابع الانطلاق. تنضم مشكورة مع المركز السابع لهجن الرئاسة البارع عيسى بن أحمد بن مايد آل خيلي يتولى عملية التضمير. وصلت شواهين ويا مرحبا بشواهين لهجن الرئاسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من يتابع انطلاق شواهين 2 كيلو ونصف الكيلو. نعود والعودة أحمد إلى مقدمة الشوط. نعود حيث البداية حيث المقدمة والمسار الأول والانطلاق الأول. يا سلام البداية من المقدمة مشكورة مع مقدمة الشوط مشكورة منذ البداية. تكمل المسار من أجل الناموس من أجل الفوز بشعار هجن الرئاسة وبقيادة البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي من يقدم لنا مشكورة مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. مسيطرة ما سلمت المهمة في البداية في المقدمة في الانطلاق الأول مع المسار الأول. هنا أذكر بأنه 2 كيلو لا غير عن خط النهاية. شواهين من تتقدم مع المركز الثاني لهجن الرئاسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من يقدم لنا هذا الشعار وهذا الاسم لشواهين. هي محتله المركز الثاني المركز الثالث. بهجة لهجن الرئاسة بقيادة صالح بن سعيد بن عرق المري يتابع انطلاق بهجة مع المركز الثالث المركز الرابع. هملولة تتقدم تعود الملكية لسمو الشيخ محمد بن مر بن مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي في عملية التضمير. وصلت الخزنة انطلقت الخزنة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الهيان محفوظ بن خميس الينيبي القدوم
من شواهين ومشكور. يا سلام، وصلا مشكور وشواهين، تقدمت شواهين لجن الرئاسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. يا سلام، من يتابع هذا الانطلاق هذا الاسم؟ ويا مرحبا بشواهين، تغير من مركز إلى مركز، واصل بكل قوة مشكورة. تنطلق لهجن الرئاسة بقيادة البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي. نعود إلى البداية، المنعطف الأخير، مقدمة الشوط، المركز الأول، هنا الانطلاق الأول. يا سلام، مشكورة مشكورة مشكورة، ما زالت تكمل مسار الشوط في المقدمة مع الريادة مع القيادة. إن لم يكن رأي آخر، مع شواهين مع المركز الثاني لهجن الرئاسة، شواهين مع المركز الثالث عينها مع المقدمة لهجن الرئاسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. شوط الختام، شوط الختام، يا ترى لمن؟ يا سلام، الأسامي بدأت تحضر، الانطلاق بدأ يبدو، شواهين تتحرك، انطلقت شواهين مع المركز الثالث. ويا مرحبا بشواهين، ويا أهلا وسهلا بهذا الاسم، بهذا الانطلاق، بهذا الإبداع، بهذا الطلة، من تقدم هذا العروض الممتازة؟ غيرت مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى موقعها المعتاد، إلى موقعها الصحيح، بشعار هجن الرئاسة، بشعار الخطر، يمر عبر شعار الذهب. هنا تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، للبروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. يا ما هذا الشعار صال وجالب الرموز، تهانينا والناموس لهجن الرئاسة وإلى البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. شوط الختام معك يا محمود، شوط الوداع معك البروفيسور يا راع الذيبة، أسعدت مساء، سق الله دارك يا أبو محمد على هذا الفوز والإبداع والانتصار. تهانينا والناموس بدون أي منافس على الإطلاق المباشر، هذا الاسم مشاهدين الكرام لشواهين. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، والتهنية نعيدها ونكررها ونهنيها بشاهدي الكرام للبروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني من احتلت مشكورة لهجن الرئاسة، التهنية للبارع. المركز الثالث شواهين لهجن الرئاسة، تهانينا والناموس. أما المركز الرابع أيضا بهج لهجن الرئاسة، خامس المراكز مشكورة. نذهب مباشرة للتوقيت الزمني، وأثناء وصول شواهين إلى خط النهاية معلنة فوزها وانتصارها وأبداعها، مهدي هجن الرئاسة هذا الفوز والناموس. تهانينا والناموس للبروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي على هذا الفوز والإبداع. 12 دقيقة 43 ثانية جزئين من الثانية، تهانينا والناموس. المركز الثاني مشاهدين الكرام، في المركز الثاني من احتلت مشاهدين الكرام، وننتظر التوقيت الزمني للمركز الثاني أثناء وصولها مشكورة إلى خط النهاية. 12 دقيقة 48 ثانية وفاء وتماما. المركز الثالث كانت شواهين لهجن الرئاسة، تهانينا والناموس. 12 دقيقة 48 ثانية 7 من الأجزاء، تهانينا والناموس للجميع.